محمود، ايه اللي عجبك النهارده على المستوى الفردي والمستوى الجماعي لمنتخب مصر؟ يعني مين اللاعبين اللي انت شفتهم ادوا بشكل فردي رائع جدا وحابب انك تسلط الضوء عليهم، والشكل الجماعي كمان لمنتخب مصر وكيفيه التعامل مع نقاط قوه المنتخب المغربي اللي هي كتير، يعني بتتكلم في مفاتيح لعب كتير قوي ونقاط قوه بالجمله في المنتخب المغربي احنا تعاملنا معاها معظم الوقت النهارده. بص يعني لو انا كتبت ورقه وقلم قلت لك تسالني السؤال ده هبقى مبسوط قوي الحقيقه، انت جات من عندك يعني بدون اي تنسيق. طيب الذكر دائما وابدا الكابتن محسن صالح ربنا يديله الصحه طول العمر. بيقول لك ان اكبر عدو واكبر غريم انت ما تتمناش تواجهه سوء الحظ والتوفيق. فتقدر تهزم المنافس، تقدر تهزم الـ حتى في بعض الاحيان لو حسيت حيز الحكام، تقدر تهزم الظروف، الجو، الجماهير، تقدر تتحدى كل ده. لكن سوء الحظ ما فيش منه دواء. صحيح. فكره ان انت بقى عندك فريق قابل للانضغاط، انك في اول 5 دقائق في الجيم تعمل ضرب جزاء ايرور، عارف انت عارف الجليتش، ايوه حصل جليتش، كل اللي انت بتحلم ترتبه في المباراه بيبوظ. فكره ان انا حاطط ايمن اشرف في نص الملعب عشان يامننا نعدي اول 40 دقيقه ما يجيش فينا اهداف ونبقى احنا الليد على منتخب المغرب ويبقى احنا دايما اللي عندنا ايمن هو اللي يعمل ضربه الجزاء، فايمن اللي انت حاطه واللي انت مراهن عليه هو اللي يعمل لك ضربه الجزاء. مش بس كده كمان، ده انت بيبدا يحصل عندك حاجات قدريه زي اصابه احمد حجازي، واحد من اهم اللعيبه سنتر باكس اللي انت اصلا بتعتمد عليه في الخروج بالكوره، الكرات الطويله كلها بتاعت حجازي قدم اليسرى، الكرات البينيه الارضيه كلها بتاعت حجازي بالقدم اليمنى، كل العاب الهوا انت بتعتمد على حجازي، لان منعم على قد ما هو واحد من افضل اللاعبين طبعا احنا بنتكلم عليه في البطوله، لكن سبحان الله كل ده بيبوظ وانت بتضطر انك تغير. مش عايز استبق الاحداث، لكن جت في بالي دلوقتي واقعه مع محمد صبحي حارس المرمى بتاع منتخب مصر. واحنا في اخر مباراه لنادي بتروجيت في الدوري الممتاز والاتحاد السكندري، كنت انا بعلق المباراه لاذاعه شباب والرياضه، بعلق من الملعب، وكان معايا احمد المصري زميلنا صديقنا العزيز المراسل، واحنا راجعين من المباراه ركب معنا صبحي. قبل المباراه دي تقريبا الكابتن علي لطفي حصل حاله وفاه وما لعبش المباراه، هما بيسخنوا، فهو كان واقف، انا خدت منه التشكيل وبتكلم معاه قبل المباراه، فقال لي ايه كره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده اللي انت بتقولها دي؟ فانا بهزر معاه، قلت قال لي انت الكلمه دي بتقولها على طول وانت بتعلق، فبقول له يعني يمكن يحصل حاجه الكره تديك فرصه، قال لي ما انا النهارده مش هلعب، ما بيخملناش الكلمه 3 دقائق، وراحوا ندهوا عليه ان هو لا يلعب المباراه وعمل مباراه العمر، عمل مباراه جميله جدا، واحنا راجعين ركبنا العربيه مع بعض ومروحين، فوصلته حد البيت قال لي شكرا يا كابتن انت كده وصلتني، قلت له تصبح على خير وربنا يوفقك ان شاء الله اشوفك في منتخب مصر في كاس العالم او في كاس افريقيا، قال لي يا كابتن قول نهائي كاس مصر. فالنهارده سلام على الزمن، فالنهارده فالنهارده سبحان الله يعني وهو بيغير كره القدم اديته فرصه، في كره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده سبحان الله، تبقى بعيد خالص محمد عبد المنعم تمشي من النادي الاهلي لان انت ترتيبك رقم 4 في مساكين النادي الاهلي بدون ذكر اسامي، انت الرقم 4 فيهم مش هتقدر تلعب، فسبحان الله من الباب الكبير تقدم واحده من اقوى واجمل بطولات تقريبا سنتر باك بدون اخطاء. صح. ما شاء الله تبارك الله، يعني تفضل الامور ماشيه على كده، ربنا يحفظه.